كويس بعد فتره رائعه لبيتشيتشي. نروح للاسئله، ضيوفنا راح يكونوا اسئله ثقافه عامه. اعطيكم سؤال لكم وسؤال لبيتشيتشي وموسوني، ان شاء الله اليوم يعاونك ما يقعدش راقد. بيتشيتشي هو اللي يفوندي اليوم ان شاء الله. انا نضر راسي نكسر راسك دري ان شاء الله. اذا حتى المشاهد الكريم يستفيد ايضا من خلال هذه الاسئله ونقويو ثقافته الكرويه. نبداو بالسؤال الاول بضيوف دائما شيخ وفضيل، من هو اول لاعب جزائري فاز بالكرة الذهبية الإفريقية؟ باللومي. باللومي. دولا تيتيش. شوف غير مخلط. دولا تيتيش. إذا باللومي هو الأخضر، باللومي هو أول لاعب جزائري يفوز بالكرة الذهبية الإفريقية. نقطة لشيخنا عبد القادر عمراني وزميلنا فضيل ضب. في سؤال ثاني لك فوزي وبيتشيتشي، في أي سنة نال نصر حسين داي لقبه الوحيد في منافسة كأس الجمهورية؟ وقتاش نوصوني؟ وقتاش داوكم دالجيري؟ إجابة صحيحة، أول لقب واللقب الوحيد لنصر حسين داي هو كان في الجزائر. بعدا نجيب لك 79. أتمنى نجيب لك لي فوتو تاع الشيخ كي كان في النهد. على بها عندك الانفورماسيون. إذا السؤال الثاني لفضيل الشيخ عبد القادر العمراني، في أي فريق فرنسي احترف المهاجم تاج بن سولة؟ لو هافر. عيط عيط. لو هافر إذا هو الفريق. جابها الشيخ عبد القادر العمراني. لو هافر هو الفريق الذي احترف فيه تاج بن سولة، اللاعب الذي لاعب للمنتخب الجزائري. نروح لسؤال ثالث أو السؤال الثاني لفوزي موسوني وبيتشيتشي، شكون هو الفريق اللي ربح كوب دالجيري في 89-90؟ تحضيرات الجزائر لكأس نورمالمون ما تلعبتش فوزي. اش عليه؟ ضاع. اذا رابحين فريق فضيل، راكم رابحين فضيل. تروازيام كيستيون، شكون هو الاول نهائي لكأس الجزائر احتضنوا ملعب 5 جويليه؟ تلعب 5 جويليه. نورمالمون لعبوا ترجي مسران منو؟ مع سعيدة. كالاني. كالاني؟ ايه. مش من عام. مش من عام. اول نهائي تلعب في ملعب 5 جويليه. اول نهائي. 75 ولا 76؟ ما نعقلش انا. ما تقوليش برك النهائي تاع النهد مع الاخر 79. لان تاع اتحاد العاصمه لعبوها نيشافي ما جبتوهاش. نروحوا نشوفوا الاجابه من خلال هذه الصوره. هو اتحاد الجزائر ضد حمراء عنابه. حمراء عنابه فازت باللقب بركلات الترجيح في 72 هذيك لي زونفيرون يعني. مور هذيك مور تروازيام كيستيون، جبتوها ما جبتوهاش ربحكم هما. من هو اول منتخب افريقي ربح في المونديال؟ من هو؟ شكون هو اول منتخب افريقي ربح في المونديال؟ ربح في المونديال. ربح في كاين داك دوك لا كيستيون تاعك. داك دي موند ولا كيف؟ لا ربح ربح ماتش. ربح ماتش. منتخب افريقي. جو بونس لو ماروك. تونس في 78. اعطى لكم السؤال. ما جبتوهاش. امام المكسيك ب 3-1. اذا الضيوف تاعنا يربحوا. نو 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 على بالي ما راحش تربح. ما فهمتش وقتاش تربح بالضبط. كي جابك بها هذه؟ انا كنت نردح. انا نردح العيد. امام المروك. المروك هي اول لقب او الفريق ربح وشارك في المونديال. ما هما الاولين اللي شاركوا. المروك هما اللي. اذا ربحتوا، يعطيكم الصحه. شكرا لك شيخ. شكرا حيو. بيتشيتشي دائما هو اللي يخسر، ما على بالناش وقتاش يربح. ان شاء الله ما تقعد هكذا برك. انا قلت لك نربح العيد انا. اقعد نربح العيد. الله 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 الله.
شكراكم اذا مشاهدينا وصلنا لنهايه هذا العدد. شكرا لك سي عبد القادر العمراني على حضورك، ان شاء الله جوزت معنا وقت مليح. بارك الله فيكم، نشكر الجمهور الحاضر وضحكت شويه مع سيربريز. سيربريز سيربريز فضيل، عندك خمس سنين ما تلاقيتش به اليوم، فرحك شويه. والله صافي بليزير، والله غير صافي ان كرون بليزير. تلاقينا مع الشيخ، مع فوزي، معك انتايا، مع بيتيتي، شبه القعده. شباب فري حطه، والله حطه شباب. شكرا لك فوزي. الله ينورك طارق. كلمة أخيرة لبيتيتي، يعطيك الصحة بيتيتي. ميرسي طارق. حي لنا الببليك هذا اللي جانا مالغري جارو طارمي، يعطيكم الصحة. شكرا لكم، شكرا لكل طاقم العامل معي سهرة اليوم، طاقم الإعداد طاقم التقني. شكرا لكم مشاهدين ايضا على تي في الاصغاء والمتابعه، يعطيكم الصحه. بيتيتي نتلاقاو السمانه الجايه. عندي حاجه حديد نقولها. المهم الماكازان روبون روج قال لك ما عجبتنيش القمجه الحمراء. الماكازان روبون روج. روبون روج. ايه روبون روج. روبون روج. روبون روج انا ديت القمجه روج. قولوا لي بدلنا قمجه. شكرا لكم مشاهدين ايضا، نتلاقاو الاسبوع الجاي دائما في نفس الموعد في نفس القناه. شكرا لكم على